ما لسه عندنا كلام كتير قوي عن الرياضة، خصوصا بعد مباراة الأهلي بالأمس. الأهلي فقد أولى بطولات الموسم بخسارة السوبر الأفريقي قدام الاتحاد العاصمة الجزائري بضربة جزاء في اللقاء اللي اتلعب في السعودية. هي كان في ملاحظات كتير على أداء النادي الأهلي، سواء في التشكيل أو الإدارة الفنية للمباراة، حتى الصفقات الجديدة اللي شاركت في المباراة امبارح. كل ده هنناقشه مع عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا جمانه، صباح الخير عليك محمد، وتحياتي لكل مشاهدي قناه اولى. صباح الخير يا مصر، البرنامج الاول دلوقتي في الوطن العربي. اهلا بيكم، نورنا ودايما ضيف عزيز علينا. يعني وجهه نظرك، شايف اداء الاهلي كان ازاي؟ هل الاهلي اخطا فنيا؟ ايه اللي حصل؟ مؤكد المباراة بالأمس كان فيها كواليس كتير من قبل حتى بداية المباراة أو من دخول معسكر الإعداد للمباراة. النادي الأهلي طبعا نادي اسم كبير، هو الأفضل في البطولات، هو الأفضل في التاريخ، هو الأفضل في بطولة السوبر الأفريقي نفسها، واخد اللقب 8 مرات. اتحاد العاصمة الجزائري لسه يبحث عن اللقب الأول ليه. نقدر نقول كان في حالة معنوية إن الأهلي داخل المباراة ليدنج، أو النادي الأهلي داخل المباراة على مستوى الجهاز، على مستوى اللعيبة، إن هم حاسين إن هم الأفضل والأقرب لحسم اللقب. وده يعني لا نأمن دايما ابدا غدر كرة القدم، لازم كل مباراة لازم ان انت تديها حساباتها وتديها احترامها للمنافس مبكرا. طبعا فكرة اللعب من قبل، او ان دي تكون اول مباراة في الموسم، مفيش مباريات محلية قبل كده، الفريق ما دخلش الاجواء في المنافسة، كل الحكاية ان هو كان بس ماتشين وديين، ماتش في معسكر النمسا مع الفريق السلوفيني، ومباراة طلائع الجيش الودية هنا في القاهرة بعد عودة الفريق. مؤكد ايضا ان كان في ان الفريق مش ما كانش بكامل العدد، او ما كانش بكامل قواه استعدادا للمباراه، كان في رباعي دولي موجود مع منتخب مصر الاول، كان في بيرستاو مع جنوب افريقيا، علي معلول مع تونس. الحاجات دي كلها كانت ممكن تكون هزت شويه استعدادات الفريق النادي الاهلي للمباراه. احنا بنتكلم اجواء ما قبل المباراه. المباراه نفسها تشكيل كولر، انا شايف ان في ملاحظتين. طبعا هو البدء بامام عاشور ورضا سليم في بدايه المباراه او من اول التشكيل الاساسي. دايما انا احب المدرب اللي بيلعب على المضمون او اللي بيلعب بشكل واقعي. ممكن الناس تقول ان ده فكر كلاسيكي او كده، وان لازم يبقى في مغامره في كره القدم، ولكن مش في بطوله قاريه ومش في مباراه مهمه. صحيح. زي مباراه السوبر. وبعدين لو هغامر مثلا، اغامر وانزل امام عاشور، على الاقل عارف طريقه لعبنا عامله ازاي. انما رضا سليم والله لسه اول مره. انا كنت شايف الانسب والافضل في مباراه زي ديت ان يكون قفشه على حساب امام عاشور، ويكون بيرسيتاو طبعا على حساب رضا سليم، بعد كده ادخل اللعيبه دي تدريج، ادخلها في الشوط الثاني، بعد كده يبداوا يحفظوا بعض. احنا لو شفنا في عمليه بناء الهجمه في بالامس، كان في اكتر من فرصه اللعيبه مش حافظه بعضها، لعيبه الوسط مش حافظه ان امام عاشور في المكان ده، على غير لو كان لاعب افشف على سبيل المثال، احنا حافظين بعض وفي تناغم. نفس الحكايه لرضا سليم، طبعا هو ممكن يكون اضافه جيده في الفتره اللي جايه. وبالمناسبه مارسيل كولر اتكلم على الصفقات وعلى مشاركه امام وعلى مشاركه رضا سليم بالامس، وقال ان هم هيكونوا اضافه فنيه في المباراه القادمه، ولكن كان الافضل او كنت متوقع ان كان مارسيل كولر يبدا بالتشكيل اللي حافظ بعضه على سبيل المثال. مش هنتكلم قوي على التغييرات الدفاعيه، ان رامي ربيعه لعب على ياسر ابراهيم، لان على الاقل الثلاثه اللي جنب بعض حافظين بعض، سواء هاني او منعم او علي معلول. في النهايه هارد لك للنادي الاهلي، وفي بطوله فعلا بتخسر، ولكن لازم يبني مارسيل كولر ولاعيبه النادي الاهلي على الخساره ديت، لازم يستعدوا جيدا للبطولات اللي جايه، سواء الدوري الافريقي، الدوري المحلي عندنا، بطوله كاس العالم للانديه في السعوديه. الاجواء ديت لازم تكون زي ما بيقولوا كده جرس انذار او محاوله تصحيح للاوضاع في الفتره اللي جايه. على ذكر امام عاشور بقى، يعني الاهلي امبارح ما كانش مسيطر على خط النص زي ما كنت بتتكلم. صحيح. برغم وجود امام عاشور وديانج. تمام. فين يعني ومروان كمان بالظبط، يعني فين المشكله؟ مشكله يعني حتى مارسيل كولر لا يعني عارف يتعامل مع الاهلي كويس جدا، وحقق انجازات كبيره جدا، وحتى يمكن الصفقات اللي حصلت مؤخرا، صحيح مودست لسه ما تمش قيده يعني. فبس رضا سليم موجود، وشفنا شكل المباراه ازاي. يعني في اسئله برضو هنا كتير، بس عشان مش عايزه ادخل بس المواضيع في بعض. مبدئيا مشكله خط النص كانت فين عند الاهلي؟ انا شايف ان ممكن فكره زي ما قلت لك التناغم بين عناصر الفريق، فكره ان انا كنت حافظين بعض واحنا بنلعب. كان قبل كده طبعا قبل احتراف حمدي فتحي، كان حمدي فتحي وديانج والسوليه ممكن يلعب، او حمدي فتحي وديانج وقفشه، او مروان وحمدي وديانج. كان الثلاثه دول او اللي موجودين بالتناوب في الحته دي كانوا حافظين بعض. امام عاشور لسه ما دخلش في فكره التناغم او التناسق، 20 يوم او 15 يوم بيلعب تمرينات مع الفرقه وفي معسكر ودي وماتش ودي او ماتشين،
مش كافيين ان هو يدخل في اجواء المباراه. ولازم برضو ما نبخسش حق المنافس، احنا بنتكلم ان فريق اتحاد العاصمه كان عامل تنظيم دفاعي بشكل رائع، المدير الفني عبد الحق بن شيخه من المدربين المخضرمين جدا، كنت قريت تقرير ان الراجل ده ما خسرش اي نهائي لعبه، الراجل ده في السوبر الافريقي اللي لعب مع نهضه بركان كان هو برضو تقريبا يعني صوره او سيناريو مشابه للي حصل بالامس، كان بيقابل الوداد المغربي والوداد المفروض هو اللي ليدنج وهو اللي يحسم السوبر وهو اللي يخلص المباراه، ولكن قدر نهضه بركان هو اللي يفوز باللقب. فكان لازم مارسيل كولر يحسب الحسابات دي كويس، ان المدير الفني المنافس مخضرم اسم كبير في القاره الافريقيه، ان الفريق الجزائري بيلعب بتنظيم دفاعي مميز جدا، فكره ان انا العب مباراه مفتوحه وان انا اعتمد على سرعه اللعب بتاعتي والنقل الهجومي بتاعي على فريق منظم دفاعيا مش دايما هي اللي هتحل المباريات اللي بالشكل دوت. وكان لازم برضو نهايه المباراه في الدقيقه 43 ضربه جزاء، كان لازم من بدايه الشوط الثاني ابين للمنافس ان انا داخل بحماس وبقوه وادفع بتغييرات مبكره من اول الشوط الثاني. وهو ايضا مارسيل كولر اتكلم عن النقطه ديت، قال هو طب هو حد هيضمن ان التغيير المبكر هيضمن الفوز؟ بس انت كنت لازم تبادر وتدفع بالاوراق الهجوميه بتاعتك في الدقيقه 45. واحنا مش بنتكلم على انه الفريق المنافس كسب او لا، احنا بنناقش وبنحلل اداء فريق. مظبوط، هي الفكره مش في مين كسب وسير المباراه، اداء الفريق وسير المباراه. كان الافضل لمارسيل كولر ان هو يبدا تغييراته في الدقيقه 45 ويبين زي ما قلنا للمنافس ان انا داخل بشكل هجومي وداخل اعوض الهدف اللي اتسجل في الشوط الاول. احنا اتكلمنا في الجوانب دي كلها، ولكن برضو لا نغفل، انا ما بحبش اتكلم عن الاخطاء التحكيميه، ولكن لا نغفل ان قد يكون اتشو الحكم الجابوني للمباراه عامل مساعد في اللي حصل في اللقاء بالامس، مش على ضربه الجزاء لان هي ضربه جزاء اتحاد العاصمه الجزائري ضربه جزاء صحيحه، ولكن كان في هدف كهرباء، كان في ضربه جزاء لكهرباء في الشوط الاول لم تحتسب، هدف كهرباء يعني نقدر نقول 50 50 والاقرب ان هو ممكن يتلغي. كان في كلام على رضا سليم بس هي انا شايفها، انا دايما الجانب التقديري للتحكيم ما بحبش اتكلم فيه، ولكن سير المباراه نفسه ان مع اي فاول او مع اي ركله بتبقى الضرب اتحاد العاصمه بيحسبها مع الاهلي ما سابش وتضييع الوقت دي كمان، وتضييع الوقت ما وفرش الاجواء المناسبه للتنافس بين الفرقتين ممكن تكون عامل مساعد في المباراه، ولكن انا ما كنتش اتمنى ان لعيبه الاهلي والجهاز الفني يوصلوا اصلا لمرحله ان احنا نتكلم عن الحكم، كنت ممكن من خلال عناصرك ومن خلال ادارتك للمباراه الجيده كنت تقدر تدير المباراه بشكل افضل وكنت تعوض الهدف اللي جه، لان في لغه الكره الهدف يعتبر جه مبكر، مش مبكر قوي بس على الاقل في الشوط الاول كنت انت تقدر تعالج ده مبكرا في خلال الشوط الثاني. طيب هل لعيبه النادي الاهلي ما نفذتش خطه كولر، ولا هي خطته اللي كان فيها مشكله لا تناسب هذه المباراه؟ وانت برضو يمكن لمحت لان التغييرات جت متاخره. طريقه تعامل المدير الفني مع معطيات المباراه. تمام، هو يعني نقدر نقول 80% التشكيل كان مقبول. التمريرات الخاطئه ودي كانت نقطه سلبيه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي بالامس، التمريرات الخاطئه من عناصر في الفريق النادي الاهلي يعني او مش عايزين نقول ادانه بس الخطا الاساسي يتحمله اللاعبين. في اداره التغييرات بقى كان طبعا مارسيل كولر لا اخطا، وكان زي ما قلنا ان هو كان لازم يبدا بتغييرات مبكره شويه ويصحح من اوضاع الفريق، ولكن في النهايه احنا بنتكلم ان دي بدايه موسم او دي المباراه الرسميه الاولى، فطبيعي يحصل فيها الضربات دي. قراءة كولر للمنافس ما كانتش بالشكل الامثل او بالشكل الكافي ان هو تخليه يقدر ازاي يتفوق على اتحاد العاصمه، على عكس عبد الحق بن شيخه اللي كان عارف كويس جدا يقفل على مفاتيح اللعب في النادي الاهلي ويقدر يمشي المباراه زي ما هو كان عايز. شايف انه لو كان مودست تم قيده وكان شارك في المباراه كان قادر انه يغير مجريات المباراه، بما ان كولر يعني في معظم المؤتمرات الصحفيه اللي كان بيجريها كان بيشتكي ان هو محتاج مهاجم. صحيح، بس احنا مش هنغير معيارنا الاساسي اللي احنا حطيناه، ان مش من المنطقي ولا الطبيعي ان لاعب لسه ما دخلش في التناغم مع الفريق ان هو يبدا مباراه سريعا بحاجه زي دي. مودست اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، ولكن مهم جدا ان احنا نقدر نستفيد من اللاعب ده ازاي. مودست ابرز ما يميزه هو استغلال الكرات العرضيه واللعب بالراس واللعب من الجانبين. هل ان نقدر النادي الاهلي بخطته الحاليه من خلال محمد هاني وعلي معلول يوفروا له ده من خلال الجناحين المتقدمين سواء الشحات او بيرسيتاو او اي حد، او لو حتى حب يوظف كهربا كجناح هجومي تحت مودست هيقدروا يوفروا له فكره اللعب بالعرضيات ويساعدوه، ولا هيكمل النادي الاهلي على فكره بقى التواجد وبناء الهجمه من الوسط والعمق واللعب اللي كان بيلعبه في الفتره الاخيره. تغيير اللعب عشان يخدم على مودست ده هيبان من خلال عدد المباريات اللي جايه.
اعتقد طبعا قيد مودست محليا وهيكون كمان افريقيا موجود مع النادي الاهلي بدايه من دور المجموعات، هتبان الاضافه الفنيه للراجل، ولكن هو كسي في وكتواجد. بس المده دي كافيه انه مودست يكون يعني خلاص حصل بينه وبين اللعيبه تناغم، يقدروا يفهموا لعب بعض، هيكون لحق مش هنشوف اللي حصل مثلا في اداء رضا سليم؟ اعتقد ان مع المباريات المحليه ممكن ده يحصل. هو طبعا مش هيلعب مودست، مش هيلعب مباراتي الاهلي وسان جورج في الدور 32 لان القيد الافريقي هيبدا معاه من دور المجموعات، ولكن مع المباريات المحليه مودست هيقدر يظهر وهيبدا يتواجد مع النادي الاهلي. بس مهم زي ما قلت لك خطه اللعب تخدم على الاستفاده الفنيه منه من خلال اللعب من الجانب العرضي او من الجانبين. طيب اللعيبه اللي هتلعب من الجانبين هل هم قادرين ان هم يخدموا؟ انت عارف الكواليتي عامله ازاي وعارف صحيح. وعارف طريقه لعبهم، هل هم قادرين على حاجه زي دي؟ بص هو ده بيفتح معانا فكره ان النادي الاهلي كان دائما في الحديث عن الصفقات ان ما كانش راس الحربه بس هو اللي مطلوب، ان كان مهم كمان تدعيم مركز الظهير الايسر ببديل لعلي معلول، وده ظهر بالمناسبه في مباراه امس. علي معلول مش في كل المباريات بيكون بيدي لك ال 100%. هل ده اجهاد مثلا من مشاركته في المنتخب؟ ما نغفلش ابدا فكره عامل السن، فكره الاجهاد، فكره ارتباطه بالمنتخب في الاجنده الدوليه، كان بيلعب وديه مصر وتونس طبعا، ولكن كان مهم جدا ان يبقى فيه بديل اقدر استخدمه. ايضا في الجانب الظهير الايمن، والظهير الايمن انا بعتبره من المراكز اللي فيها ندره نسبيه في الكره المصريه للاسف، زي ما انت قلت الكواليتي كل الانديه مش في النادي الاهلي، ما فيش ظهير ايمن يقدر يدي لك الكفاءه بشكل كبير. ده هيبين اكتر خطه كولر هتعتمد على ايه في الفتره اللي جايه، وهل ان هو ممكن الاجنحه هي اللي تساعد في الجانب العرضي دوت. هيشوف ازاي يقدر يستغل مودست او يقدر يوظف قدراته الفنيه لصالح النادي. اعتقد ان هيكون اضافه فنيه قويه، وزي ما قلت لك ده هيبان اكتر واكتر مع توالي المباريات المحليه. يعني كان في ناس كمان كتير على السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، عندها انتقادات لاداء صلاح محسن وطاهر صحيح. محمد طاهر، في البعض اللي كان شايف حتى عدم جدوى مشاركتهم اصلا. الاوراق اللي كانت موجوده على الدكه مين؟ ما هو برضه لازم نقول الاوراق اللي موجوده عندي بره مين، ومين اللي اقدر ادفع بيه يساعدني. هو دفع ببيرسي تاو، وهو تقريبا كان الورقه الهجوميه الاساسيه اللي كان ممكن يعتمد عليها، ودفع بقفشه، فكان مين تاني موجود بره؟ يعني ما كانش فيه حلول كتيره، او يعني اتوقع ده ان ما كانش عنده حلول كتيره ممكن يستخدمها في الفتره دوت. ولكن هو جمهور النادي الاهلي زي ما بنقول كده دايما ما بيشبعش من البطولات، بيحب دايما الفريق يكون متفوق دايما ومحقق دايما انجازات. كان طبيعي دايما، طبيعي في اي فريق فيه الابس والداونز، يعني الكيرف مش دايما ثابت، او مش دايما الراجل مارسيل كولر محقق 5 بطولات في الموسم الماضي وكنا بنتكلم عليه بشكل كويس جدا، مع وجود خطا فني او اخطاء فنيه في احد المباريات. وزي ما قلنا لازم ما نغفلش ان دي اول مباراه في الموسم، طبيعي جدا يبقى لسه فيها الملامح مش باين عنده قوي، لازم تظهر عنده بعض السلبيات، فده كان يعني شايفها ما هياش نتيجه كارثيه، لازم يبني عليها في الفتره اللي جايه، ولازم يصحح اخطاء الفريق في الفتره اللي جايه. عظيم. اخبار اكرم توفيق ايه؟ اعتقد ان هو جاهز من الناحيه البدنيه، ولكن ما بيبقاش فت بشكل اكرم وكريم الاثنين، اكرم توفيق وكريم فؤاد، وبالمناسبه خالد عبد الفتاح ايضا هيكون جاهز في الفتره اللي جايه، وعمر السوليه. بدنيا اعتقد يعني كلهم يعتبروا جاهزين، محتاجين بس ياخدوا مع تقسيمه شويه لو في مباريات وديه، ولو ان الموسم ما بقاش فيه مساحه مباريات وديه نهائيا، فهيبدا ياخد تدريجي في بعض مباريات الدوري 10 دقائق ب 10 دقائق، ممكن جدا في خلال يعني شهر من النهارده نبدا نشوف الاسماء اللي انا قلتها لك دي كلها تخش تدريجي في المباريات. طيب يعني بعد انضمام امام عاشور مؤخرا ورضا سليم ومودست، شايف صفوف الاهلي اكتملت ولا لسه الاهلي محتاج عناصر اخرى؟ دايما الفريق اللي بيبقى بيشارك في اكتر من بطوله، احنا اتكلمنا في بدايه كلامنا ان الاهلي عنده الدوري الافريقي، عنده كاس العالم للانديه، عنده دوري ابطال افريقيا بخلاف المسابقات المحليه. الفريق اللي بيشارك في البطولات دي كلها محتاج ان يبقى الصف الاول عنده سكواد عالي جدا، والصف الثاني ايضا يكون موجود. فعشان كده احنا بنتكلم في ان محتاج الاهلي ظهير ايسر، ربما يكون مع وجود مودست واعتماد الاهلي عليه او اعتماد مارسيل كولر لان هو مقتنع جدا بيه وهو اللي خلص الصفقه، ممكن يتم توظيف كهربا بشكل كجناح هجومي، ممكن نبدا نشوف العناصر اللي موجوده ديت. فصلاح محسن ما ياخدش فرصه كتيره، طاهر ما ياخدش فرص كتيره، فهيبدا في عنده خيارات اضافيه موجوده عنده. مش هتبقى في يعني النادي الاهلي للموسم بقى اللي جاي ممكن يكون بيحتاج يستعد ان هو يجهز ظهير ايمن، يستعد ان يكون في قلب دفاع قوي بجانب منعم وياسر. هتبدا تظهر الصوره اكتر واكتر مع زي ما قلنا توالي المباريات واتضاح الصوره اكتر. نص الملعب لا، انا شايف ان امام عاشور في حاله تناغمه
نص الملعب النادي الاهلي مش هيبقى محتاج. الناس كلها دايما بتربط بان هو حمدي فتحي مشي وامام عاشور جه، فممكن يكون في هزه في الموضوع ده، او ان عمرو السوليه عامل السن تقدم بيه فممكن يكون في. ولكن انا في الاهلي عنده اليو ديانج، عنده مروان عطيه، عنده قفشه، لما يوصل لمرحله التناغم والتفاهم بين العناصر اتخيل ان هيكون نص الملعب مش محتاج دعم في الفتره دي. تمام. ايه تعليقك على جدول الدوري السنه؟ جدول مضغوط وكان طبيعي جدا، وفكره ان انا كالعاده ايه الجديد؟ كالعاده ايه الجديد صحيح، ولكن ما كانش في قدامي فرصه تانية في ان انا اعمل حلول تانية او حلول بديله. كان في مقترح او سيناريو ان انا العب مثلا بفكره دور واحد ثم الفرق المقدمه تنافس او الفرق المؤخره، وفي بعض الناس قالت طب ما نعمله على مجموعتين. كل الاطروحات دي او كل الافكار دي اترفضتها رابطه الانديه المحترفه، وخدت القرار بان يكون الدوري بشكله الطبيعي المنتظم 34 اسبوع. معلوماتي ان الرابطه بتحاول تضغط وتفكر في الدور الثاني من دلوقتي، او على الاقل خالص يناير لما بطوله امم افريقيا تتلعب هتبدا تتضح الصوره معاهم اكتر واكتر. هم اعلنوا ان نهايه الدوري في يوليو. اتخيل انه ممكن يزيد شويه، اتخيل انه ممكن يزيد، لان ضغط المباريات هيكون صعب، مؤجلات النادي الاهلي هتكون كتيره. ان شاء الله نتمنى الفرق المصريه الاربعه بيراميدز وفيوتشر والنادي الزمالك والنادي الاهلي يكملوا لابعد نقطه في افريقيا، وده هيزود مؤجلات للاربع فرق مش لفريق واحد، فربما يكون الاجنده مزدحمه اكتر واكتر. ولكن يعني الى حد ما بنتكلم في ان الانديه والفرق اتعودت على اللعب كل 3 ايام، بس المشكله برضو ان ده ليه انعكاساته على اجهاد اللعيبه في الملعب، وده بيكون واضح جدا. مؤكد. بس نقدر نقول ان احنا خلاص بقالنا كنا 4 سنين او 5 سنين كان في تلاحم للمواسم، شبه الموسم ده هو الموسم الاول ان اللعيبه تبدا تلتقط الانفاس وتاخد راحه. لعيبه الزمالك تقريبا خدت لها 15 او 20 يوم، الاهلي كذلك، ما كانوش بياخدوا ده قبل كده. ما كناش بنشوف معسكرات اعداد، احنا كنا بنخلص الموسم بنلتحم بالموسم الثاني. فلا، الموسم ده نسبيا الامور يعني افضل من المواسم السابقه، ونتمنى ان شاء الله مع انتظام الجدول ان السنه اللي جايه تتلافى فيها الاخطاء دي كلها، ويبقى فيه جدول يعني اللعيبه تقدر تلتقط فيه الانفاس شويه. طب عايز ارجع مره ثانيه معاك لمباراه الاهلي، ويمكن زي ما انت كلمت قلت ان الاهلي تعرض لظلم تحكيمي. صحيح. خلينا نقول انه بقالنا فتره الحقيقه بنتعرض لمثل هذا النوع من انواع الضغوط يعني بشكل عام. شايف انه مارسيل كولر المفروض يتعامل ازاي؟ اللعيبه المفروض تكون مهيئه ومؤهله نفسيا وبدنيا حتى ازاي؟ لان ده طبعا بيتطلب كمان، ده في مجهود بدني عليهم ومجهود كمان نفسي عليهم عشان يقدروا يتعاملوا، وده لازم يكون كمان مارسيل كولر حاطط ده في عين الاعتبار. طبعا خلاص لازم نتعامل مع الموقف. شوف انا كمان بس عايز اقول قبل ما اتكلم ازاي كولر واللعيبه يحلوا الموضوع ده، انا كنت شفت بعض المطالب على السوشيال ميديا ان لازم يكون في رد فعل قوي من الاداره، وان لازم النادي الاهلي يصعد الموضوع مع الكاف، وان يبقى في رد فعل قوي، حتى ان البعض طلب بان الانسحاب من الدوري الافريقي. تخيل ان الامور ما ينفعش تبقى برد الفعل الغاضب ده في الاداره، مجلس الاداره لازم يدير قراراته او ياخد اموره بحكمه ويشوف الموقف ازاي. كولر ادار مباريات في افريقيا وشاف الاجواء في افريقيا كويس جدا، لعيبه النادي الاهلي متمرسه في المباريات الافريقيه بشكل كويس جدا. ما ينفعش زي ما بيقولوا كده انا اسيب صباعي تحت ضرس حد، ما ينفعش ان انا اسيب الفرصه للحكم ان نسبه 10% يقدر يغير لي سير المباراه. لا، انا من اول المباراه اساسا، من اول لقاء بالاداره الفنيه للمباراه سواء من مارسيل كولر او من اللعيبه، اكون عارف ازاي اقدر احقق المراد من او الهدف اللي انا عايز اعمله. انا حاطط ان المباراه دي او رقم واحد في المباراه دي ان هي المباراه الاولى في الموسم، فطبيعي يكون فيها هزات فنيه. النادي الاهلي لما هيبدا ياخد تدريجي هيخطي سان جورج، هيبدا يلعب في دور المجموعات، المباريات هتبدا تزيد تدريجيا، يوصل لربع النهائي ونصف النهائي. الدوري الافريقي كمان مواجهه سيمبا التنزاني، سيمبا من الفرق القويه ومن الفرق المنظمه، وبالمناسبه هيبقى في ضغط مباريات، يعني تقريبا الفرق بين مباراه الذهاب والعوده 3 ايام بس، سيمبا التنزاني هناك في تنزانيا ثم العوده هنا في مصر، فهيبقى في تدرج في المستويات الافريقيه، هيبدا يتعود اللعيب على الاجواء ويعيشوا الاجواء، فمش هنوصل للمرحله دي حتى لو ان في اخطاء تحكيميه هيكون الاهلي بيحصل. خلينا متفقين ان هو بيحصل، وبيحصل في كل الدوريات، في الدوري الاسباني، في دوري ابطال اوروبا، في الدوري الانجليزي بيحصل، ومع ذلك الفرق بتكمل، وده الطبيعي، مش المساله مقتصره على انسحاب او ان احنا نتوجه للانسحاب وشكوى والكلام ده، لا احنا بالتأكيد ندير امورنا ونعرف ايه سبب الاخفاق في هذه المباراه، هو ده اهم حاجه اللي نشتغل عليها. طبعا جداً. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا استاذ عبد الحميد، راجل ناقد رياضي. الف شكرا. شكرا جمال. شكرا ليك.